بسم الله الرحمن الرحيم متابعينا ومستمعينا الاعزاء نحييكم بتحيه الاسلام الخالده سلام من الله عليكم ورحمه منه وبركاته نحييكم من هنا من ارضيه ميدان المرموم لسباقات الهجن العربيه الاصيله حيث ننقل على حضراتكم سباق الحلفه لهذا اليوم يوم السبت الموافق الواحد والثلاثون من شهر اغسطس لعام الفين واربعه وعشرين نتمنى السلامة والتوفيق للجميع بسم الله وعلى بركة الله هكذا ينطلق شوط الابكار من مسافة الكيلوين حيث تشارك في هذا الشوط كوكب من الابكار المتميزة نعود مباشرة متابعينا الكرام الى المركز الاول حيث تتواجد هناك الشاهنيه للسيد عبد الله بن محمد بن خليفه بن عبد الله بن محمد الخاطري ولكن ينخطف في هذه اللحظات لصالح فتنه لسعيد بن الصغير بن كنون الكتبي شعار الخاطري ياتينا على المركز الثاني بينما هناك الشاهنية للسيد سعيد بن صويح بن سالم بن علوبة العامري على المركز الثالث وهذه القادمة من الناحية الأخرى هناك هناك الشاهنية لسالم بن دغاش بن محمد العامري هذه النتيجة متابعين الكرام ومستمعين الأعزاء في هذه المعركة في هذه المعمعة في اول الاشواط في شوط الابكار هذا هو شعار بن علوبه وشعار ايضا الخاطري في تنافس حامي ولكن من الناحيه الاخرى هناك تتقدم الشاهينيه في هذه اللحظات هناك الشاهينيه شعار بن دغاش من الناحيه الاخرى والقادمه هذه الشاهنية لسلطان بن احمد بن محمد بن غدير المزروعي ولكن خلاص 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 هذه الشاهينيه متابعينا الكرام تقفل على مجريات الشوط تقفل على التنافس تنال الفوز تنتزع المركز الأول تحلق بالناموس في أول المراكز سلام يا العامري سلام سلام من هنا من أرضية ميدان المرموم لسباقات الهجن العربية الأصيلة ولكن ولكن هنا هنا محاولات أيضا من الشاهنية خليفة بن عبد الله بن محمد الخاطري ولكن خلاص هذه الشاهنية شعار بن دغاش شعار بن دغاش يقترب من التتويج على المركز الثاني القادمه، القادمه شعار بن صويح وشعار الخاطري ولكن الشاهنيه متمسكه بزمام المبادره متمسكه بزمام الامور حتى هذه اللحظات مع الفوز مع الناموس مع التتويج ما شاء الله باول المراكز باول الاشواط في الشوط الرئيسي الاول للابكار من مسافه الكيلوين اليوم هذا هو شعار بن دغاش هذه الشاهنيه ولكن المركز الثاني القادم القادمه هنا على المركز الثاني شعار الخاطري خليفه بن عبد الله بن محمد الخاطري ينافس منافسه قويه ولكن هنا هنا الشاهينيه تعلن الفوز وتعلن التحدي بأول المراكز تهانينا والناموس هذه لحظات وصولها الشاهينيه لسالم بن نقاش بن محمد العامري سلام يا العامري سلام المركز الثاني حلت فيه الشاهينية لخليفة بن عبد الله بن محمد الخاطري والمركز الثالث كانت الشاهينية لسيد سعيد بن صويح بن علوبة العامري ثلاث دقائق خمسة أجزاء من الثانية هو المسافة التي قطعتها او التوقيت الذي سجلته الشاهينية لسالم الدقاش بن محمد العامري